أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة مباركة. اليوم تاريخ 3 تشرين الثاني 2023. طبعا قمنا بعمليات خف الأوراق السفلية الكبيرة والتخلص منها لغرض فسح مجال لتخلخل الإضاءة بصورة جيدة وكذلك التهوية. طبعا عندنا نباتات الطماطم هنا بعد أن قمنا بترقيدها لمسافة تزيد على المتر. يعني هسه النبات الأول هنا يرتفع إلى هنا، حصول عملية العقد واستمرار عملية التزهير. أتاحت لنا عملية الترقيد، يعني لولاها لكان الآن النبات يصل تقريبا إلى سقف المحمية. الحمد لله كان النمو لا زال جيد، والتزهير أيضا كثيف وجيد، وعقد الثمار في مراحله يعني، والحمد لله. بالنسبة للخضروات الورقية يعني الاستمرار بعملية القص والحش والاستخدام المنزلي. طبعا الطماطم F1 سوف تصل إلى سقف المحمي. طبعا أصبحت أشبه بحديقة جميلة. النباتات زاهية ونظرة. طريقة الزراعة المائية طبعا طريقة قد يعتبرها البعض مكلفة أو متعبة، ولكنه كوسيلة بديلة لإنشاء حديقة في مكان غير مناسب لإنشاء الحديقة أصلا. أنا في منزلي لا توجد عندي حديقة، استغللت سطح المنزل وأصبحت هذه القطعة من سطح المنزل أشبه بالحديقة الجميلة والمفيدة في نفس الوقت، استهلاك المنزل واكتفاء ذاتي منها، وفي نفس الوقت يعني الجلوس في وسط هذه النباتات وجمالها أيضا يعتبر مفيد وجيد. هذا الجدار نباتات القرنبيط، الحمد لله ما شاء الله يعني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.